أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم. بغض النظر عن حيوية المجتمع اللبناني، عندما يأتي المساء وتقعد لتنزع عنك سترة العناء ثم تفتش عبر الشاشات عن وميض أمل أو خبر مفرح أو بصيص رجاء، يعاجلك مثلا نبأ من عمق الضراء يخبرك عن قتل عسكري من جيش الوطن، من أهل الوطن، من الكادحين الساعين، من الأبطال الأشداء، يستشهد برصاص مسلحين موصوفين بالرعناء. عندها تكفهر الجلسة المسائية وتبهت كل الأضواء حتى ولو كانت الشمس، يزداد الليل احتلاكا حتى لو كان في لدنك قمر. تشعر بالقهر، تتهيب في الألف الثالث ذاك الدهاء من الخارج الذي يستحضر لنا من القرون الغابرة لا حضاراتها المنيرة والعزة والضياء، وإنما الهمجية والوحشية والغباء. تتتابع الرواية من أرسال اللبنانية الأبية إلى القلمون السورية وحتى جوبر ودير الزور وإلى بلاد أور. أعراس الوطن ومقاومة العدو الإسرائيلي تحولت مآتم تنتشر في كل الأرجاء، وكأن ما يحصل حرب عالمية متفرقة حينا ومتجمعة أحيانا، قذف بها من خارج إلى غبوات الداخل على اختلافهم. بأرجلهم يذهبون إلى المؤامرة لإكمال صورة الحرب وتعميم بؤر الإرهاب في سوريا، في العراق، في حدود لبنان الشرقية لا الجنوبية. ما حصل ويحصل في منطقة أرسال والمنطقة هل يعيد اللبنانيين إلى رشدهم وإلى مقاربة الواقع والوقائع بواقعية وموضوعية ووطنية، فيكون شجعانا باعتماد خيار التفاوض الجدي بكل قوة أو اعتماد خيار الحسم بكل قوة؟ هل يذهبون إلى انتخاب رأس الدولة ليساهموا بالمحافظة على الدولة اللبنانية ومؤسساتها؟ المنطقة تتفسخ في الجغرافيا بالعرض والطول كما في النفوس والعقول، فكأن أسيد الشر ينصب عليها بينما أهلها يتركون المظلات جانبا ويتنازعون على أسماء المواسم والفصول فيحرقون كل المواسم وكل الفصول. نقول هذا لما يحصل، لما يستشهد من عسكريين في الجيش اللبناني حتى الآن. معنا مباشرة الدكتور وفيق إبراهيم. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيك. يعني من للتو سمعنا رئيس الحكومة تمام سلام عند رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري، يعني كانوا يتهيبون الموقف، وخرج الرئيس تمام سلام ليطلب تعاضد الجميع وتكاتف الجميع والتخفيف من الحدة الإعلامية والذهاب موحدين إلى حل المشكلات بدءا من معضلة أرسال. برأيك نحن وين صرنا؟ بأي مرحلة من التاريخ صرنا؟ يعني أنت تعرف يا أستاذ جلال، أن الضوء عندما ينطلق من المركز يتلاشى في النهاية. أخشى أن أقول أن الدولة اللبنانية وصلت إلى آخر تلاشي الضوء حتى لو ينطق الرئيس سلام والرئيس بري. يعني ماذا كان حصل؟ الأمر سيان. أنا أعتقد أن الدولة اللبنانية وصلت إلى نهاية وظائفها، فهي على المستوى الأمني لا تدافع عن اللبنانيين لا من الخارج ولا من الداخل. هي الوظيفة الأمنية التي هي الوظيفة الأساسية للدولة انتهت. أن تفعل ما تستطيع. ما يعني هذا تستطيع عليها الدولة اللبنانية مكونات. مشكلتها أن المكونات تتعاطى مع الأحداث الداخلية بعقلية الاصطفاف الإقليمي. هذا ما يؤدي إلى شلل الدولة بشكل كامل. الدولة مشلولة بسبب الاتكاءات الإقليمية، وأنا أتكلم عن مجمل الأفريقاء. أتكلم لأن الدولة هي الأرض والشعب والمؤسسات. أكيد. أنا أتكلم عن مجمل مكونات السلطة. كلها متكئة إقليميا على منافذ إقليمية لها مصالح في المنطقة. يبدو أن لبنان يستعمل من هذه، يعني مثلا جيشه يقتل كل يوم واحد واثنين وثلاثة، ماذا نفعل؟ نجتمع نلتئم ونخرج ونطالب الناس بضرورة تشغيل نعمل حسم عسكري؟ نقدر حسم عسكري. حدث خطأ في عرسال بحجم الجريمة. حدث خطأ أكثر من ذلك عندما نخرج مجرمين من السجون يخرجون إلى شاشات التلفزيون ويطالبوا بقتل المذاهب. يعني ما المسؤول؟ بس ما في أكثر من هيك، في ناس بالسجون عندهم لابتوب عندهم مناشير. ما المسؤول؟ الدولة. الدولة مسؤولة بمكوناتها. الدولة عندما تربط بين مكوناتها أصبح هذا الربط ضعيفا لأسباب إقليمية صرفة. ليس لدينا أي شيء في الداخل. أنا أقول لك الوظيفة الأمنية تلاشت، الوظيفة الاقتصادية أين هي؟ البنية التحتية أين؟ الكهرباء أين؟ الماء منذ 1990 عشرات مليارات الدولارات تم أنفاقه على ماذا؟ من سرق هذا المال؟ لو لم يكن هناك في لبنان نوع من الفرقة المذهبية بين الناس لالتأمت الناس وطالبت هذه الطبقة السياسية. بس كان يجمع الفرقة المذهبية إذا من الناحية الاقتصادية دكتور هو أنه في عندك كيس كيس للمولو هالمؤسسة أو هالتلب،
كل مين بياخذ من مسرب معين يعني اتفقوا على الاخر عن طبقه سياسيه بكاملها نهبت البلاد منذ 1990 وانا مسؤول عن كلامي. اين اولا الكهرباء؟ كم دفعت الدوله حتى 16 مليار دولار. اين هي الكهرباء؟ 16 مليار دولار كما بوينا نحن المواطنين بوينا الصين كنا ايوه ان نسال اين هي الكهرباء؟ ان نسال نحن في بلد كنا اغنياء على مستوى الطاقه المائيه اين هي البرك والبحيرات؟ كل ذلك ذهب وتلاشى وذهب والمسؤولون لا احد يحاسبهم. مين بده يحاسبهم غير الشعب بالاول؟ الشعب اذا عم تحكيني عن المي، حتى المي الموجوده من يعني من نبع الليطاني الى مصبه بتلاقي اسمعني نعم. هذه الدوله ليست بسيطه، هذه الدوله ضربت ادوات التوحد الاجتماعي، ادوات التوحد الاجتماعي هي النقابات ووسائل الاعلام، يعني مثلا اتحاد العمال العام، هذا اتحاد العمال العام؟ وسائل الاعلام، كل وسيله اعلاميه مرتبطه بزعامه طائفيه. طب ما كيف ضربوا وسائل الوعي؟ ضربوا وسائل الوعي لوعي الناس، تم ضربه، الغوا المساحه الفاصله بين المجتمع وبين الشعب، المساحه الفاصله التي نلتقي فيها. بس ليش بيقدروا يوعون غرائزيا؟ غرائزيا سهله، لانه هلا اليوم المنطقه تخضع لسلطه كتبي الى 400 محطات تلفزه تحاول بناء راي عام مذهبي بكل العالم، بكل العالم وخصوصا في منطقه الشرق الاوسط حيث الغباء كما كنت تتكلم يعني وحيث يعني هذا المبين، هذا المبين حقيقه. لذلك المكونات السياسيه اللبنانيه مكونات مجرمه سرقت البلاد وسلطت على المال واكلت الكهرباء على كل واحد منهم في عنده مولد. قل لي هالفقراء الضاحيه الجنوبيه، هل هذه ضاحيه المقاومه؟ هذا شيء مضحك. اذا من الضاحيه الجنوبيه لا كهرباء لا ماء لا طرقات، الجرائم في الطرقات لا امن. بس دكتور اليوم وقت اي مسؤول على اي مستوى كان باي مذهب وباي طبقه وقت بيجي بيدفع 2000 او 3000 دولار مازوت للمولد تبع منزله يعني هل يستطيع ان يشعر مع ذلك؟ له ان الله قد خلقه. طب ما بيقدر يشعر، ما بيقدر يحس بالمواطن. النظريه القدريه نعم يقول له ان الله قد خلقك على هذا النحو وعليك ان تقبل من الان حتى ننتصر فنحول لك، يعني الامل. بس الله بيقول قوم يا عبد تمشي معك تصور يعني اين يوجد بلد في العالم يعني يبني مستشفى ويكتب عليها تحت ولا يصيبكم الا ما كتب الله لكم؟ لماذا المستشفى؟ يعني انا هناك عقل غيبي نبثه في البشر للمزيد من الولاءات، يعني مثلا اؤمن له وظيفه كي لا يموت فيبقى متعلقا في هذه الوظيفه لان لا بديل لها، الواسطات، السمسرات، الرشوه، يعني كل ذلك مسكون عند كل الطوائف والمذاهب في لبنان. ايه بس دكتور هو كان الفساد يعني كذا بالمية صار أكثر بالمية. إذا مش عم نقدر نكافح الفساد، طب ما فينا نكافح الفساد نكافح يعني الوعي السياسي، يعني اليوم حضر غلق في موضوع إرسال، شو ممكن نعمل موضوع بيه؟ إرسال حدث نعم. خطأ من البداية. نعم. حدث خطأ عندما قاد أحد الرؤساء اللبنانيين المعركة بالهاتف. قادها ومنع الجيش اللبناني من أن يفعل ما كان عليه لزاما أن يفعله. عندما يتعرض أي جيش في العالم لاعتداء لا يتصل بالسلطة السياسية ليسأل إذا كان لديه حق الرد، يرد. الجيش اللبناني منع من الرد وأنا مسؤول عن كلامي، منع من الرد ولا يزال حتى اليوم لا قرار سياسي لديه، ليس بسبب الاصطفاف بين المكونات السياسية الداخلية على العامل الإقليمي. ممنوع إسقاط عرسال، ما نريد إسقاط عرسال، نحن نريد أن نحرر عرسال من تابع. فيك تفوت على 40,000 غير الناس بيموتوا كلهم يعني. ما بيموتوا كلهم صحيح. هلا كل عرسال مسلحين، هناك فرقة بسيطة امتزجت ما بين اهل عرسال، فرقة بسيطة مع هؤلاء المسلحين، تستفيد منهم اقتصاديا، بيبيعوا الخبز واكل كل شيء. ما صاروا بالجرود، شو بصير؟ مش بالجرود، بعد في قسم بالداخل، من اين اتت هذه المتفجرة امس؟ التي قتلت هي هون خطورتها، السؤال بهالخطورة انه يستطيع الجيش ان يقوم بعملية موضعية. تأكد أي جيش في العالم يستطيع أن يقوم بعملية موضوعية لتحرير عرسال، نحن لا نطلب بمعاقبة عرسال. طب شفنا نحن العميل مثل الضاحية شفنا الجنرال شيم روكس حط تقله وصل على كذا مطرح على كذا مطرح وقدر، بس ولكن منطقة 60-70 كيلومتر فيها وعورة وفيها مسافات وتعرجات، هل بهذه البساطة؟ حبيبي أنا أتذكر أحد الجيوش العربية كان يقول لم نستطع أن نتقدم لأن الأرض مكشوفة، بعدين طلع بيان تاني ولكن الجيش اللبناني ما فينا نقول عنه هيك وصل على الجيش يعني وصل على الجيش اللبناني جيش بغداد يحتاج الى قرار سياسي حتى بالاسلحه الممكنه المتوفره لديه يستطيع ان يفعل شيئا مسلطا للعرسال وليس هل ممكن انه تكون العمليات
يعني الجهوزية العسكرية التامة وال يعني والمبادرة موجودة بذات الوقت يصير تفاوض مفاوضة ونحن نعرف اللي وقع بإسرائيل. أنا أعتقد أن هذه المجموعات نعم. الموجودة في جذع رسال مجموعات لا قدرة لها على التفاوض لأنها ذات عقل غيبي. أعتقد أن الله شو راح يتفاوضوا مع يتفاوضوا مع الجهات اللي عم ترعاها. تركيا سحبت يدها اليوم. تركيا صدر بيان تركي أن حالة إعزاز مختلفة عن حالة اليوم. هي مختلفة يعني. يعني وقطر بدل لونة على يعني على ال هي نفت أن يكون عندها علاقة مع داعش أو نصرة، هي مع أحرار الشام فقط. طبعاً. ولكن بما إلى باع بهال يعني ممكن إلى مونة على بعض الناس، يعني معناتها أنه القصة معقدة مثل ما حضرتك عم تحكي. لغاية اليوم أصبح يعني هناك حوالي 20 من الجيش اللبناني سقطوا قتلى. أنا أعتقد لو خدنا معركة ما كان كلفتنا 20 قضيه في البدايه، كنا ابعدناهم نحو الجرود مع يعني ووفرنا هذا الدم. مشكلتنا في القرار السياسي يا سجل، انا ازق القول واقول لك ان المشكله في القرار السياسي وليس في المفاوضات. طيب يعني هؤلاء الذين في الجرود يشعرون ان لهم اصدقاء في الطبقه السياسيه. هل لمست من الرئيس تمام سلام بن عين التيني انه في استعاده مبادره للقرار السياسي؟ لانه عم بيقول نحن هلا موحدين وصار في بعض الاشكالات. موحد مين؟ هو مين موحد؟ طبعا يعني في عندك حكومه، عندك طبقه سياسيه معينه، عندك 8 و14، يعني في مكونات سياسيه. هذا لبنان من المكونات ان كانت سياسيه او طوائفيه. انا امل ولو لمره واحده ان تقطع كل المكونات علاقتها بالاقليم ولو ليومين ثلاثه، عند ذلك تستطيع ان تتبين مدى حجم هؤلاء الذين يحتلون جنود عرسان. يعني بدك 3 ايام خارج عمر التماهي، خارج عمر التماهي بينهم وبين عمر الاتصال بالله الذي يعطل حركتنا في الداخل والاقليم. طيب اذا اخذنا اليوم بعين الاعتبار انه الوضع صعب وهناك معضله، هل بالخفاء او بغير العلن يوضع لبنان او دوله لبنان امام امرين، اما الذهاب الى مجلس الامن ومثل ما عمل العراق طلب من المجتمع الدولي لضرب الارهاب لمساعدته بضرب الارهاب، والعراق ما حدا قام سبل له قال له انه انت اصحاب انت وايران او مش اصحاب وراح طلبت، او هناك امر اخر التنسيق الامني العسكري بين الجيش اللبناني والجيش السوري. هل نحن أمام أمرين؟ يعني نحن الأمران مترابطان الحقيقة. حتى لو ذهبنا إلى مجلس الأمن بدون اتفاق ولو جزئي مع الجيش السوري فلن يتم أي شيء. تعرف أنت القصف في الجرود العالية يعني غير مفيد، غير مفيد إلا بشكل نسبي. لذلك نحن نحتاج إلى قوة برية. التنسيق مع الجيش السوري محكوم بعلاقات واتفاقات تاريخية. الدور الإقليمي يعطل هذه الاتفاقات. أنا أقول لك أن لدينا طبقة عاجزة مصابة بالشلل، لا تستطيع، لا تملك أمرها. أنا أقول أنها لا تملك أمرها بأي شيء، ومصيبة، وهي مصيبة على اللبنانيين. لم يسبق للبنان أن حكم بطبقة مثل هذه الطبقة الموجودة اليوم بكامل تنوعاتها، والطبقة الموجودة في السلطة والتي تمسك بالأرض. بس تصور أنت حزب بيقول والله أنا تركت الداخل مشان الحدود. شو الكلام هذا؟ انت لا تقف على الحدود من اجل من؟ لازم الشعب الموجود في الداخل عندما تتركه. طب اليوم وقت بتوجه انتقادات توجه من 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 هالفريق على لحزب الله ومن ذلك الفريق للجماعات التي تقاتل بسوريا، يعني عم يروحوا بيتقاتلوا بسوريا. حتى في يوم من الايام السيد حسن نصر الله قال تعالوا نتقاتل هونيك، يعني استفحلت الامور. يعني صارت خرجت عن هذا الاطار وصارت اكبر من ذلك الواقع. اذا بده يشتغل المرء سياسه فن الممكن، في عندك ال 17-01، في بعض الاراء بلبنان بتقول خلينا نستفيد منه، ما زالوا 17-01 يعني تخطى ال 15-59، خلينا نستفيد نعزز الجيش اللبناني اولا بتسليحه وثانيا بال 17-01 وبركي بنقدر نضبط الحدود. هل هذه فكره يعني فكره جيده جدا؟ انما الذي يمنع تسليح الجيش اللبناني ليس حزب الله، الذي يمنع تسليح الجيش اللبناني هو الموقف الغربي العام المرتبط باسرائيل. يريد تسليح الجيش اللبناني فقط للعمليات الداخليه وليس للعمليات الخارجيه. الجيش اللبناني ممنوع عنه السلاح منذ قالت امريكا، حتى الدفاعيه مسموح له فقط باسلحه قديمه جدا، يعني حتى على المستوى الداخلي لم تعد ذات فائده. ما تغيرت النظره ولا لغايه اليوم ما بتغير. قل لي بس، امريكا مشي 6 شهور قالت ستسلح الجيش، ما ماذا وصل؟ نظرات؟ ما في. لبنان يخافون من حزب الله
انه يسيطر على الجيش بشكل او باخر. طب ما عنده اسلحته يعني. وايران عرضت على الجيش اللبناني ان تسلحه باسلحه حديثه، لغايه اليوم لم يجب الجيش اللبناني، لانه في قلت لك المكونات السياسيه بالطبقه السياسيه تعطل بعضها بعضا. طيب الامور ماشي بحيويه المجتمع لبنان ماشي من قله الموت. تذكر التعبير، لبنان ماشي لانه ما في موت، ممنوع ان يموت، عليه ان يبقى مفتح عيونه، ممنوع عنه النوم، وممنوع ان يموت، ليس بقدره القوى السياسيه في الداخل انما بقوى الاقليم، هي ليست يعني ما لنا متفضيه لشؤون لبنان في الداخل، فتركه على هذه الحاله كالمصاب بمرض ممنوع ان يتعالج، كارثه. طب انا قلي الشهر المقبل من اين سياكل اللبنانيون؟ الشهر المقبل هناك ازمه على مستوى الرواتب، على مستوى الاقتصاد، على مستوى كل شيء. ممنوع التشريع في المجلس النيابي، ممنوع انتخاب بس ماشي عم بيلتقوا من 14 ومن 2 مع الرئيس نبيه بري من اجل تحديد نقاط التشريع او مواضيع أنا التشريع. انا ساقول لك لا وجود لارانب عند احد. الارنب هو ارنب اقليمي يعرف به زعيم محلي فيتكلم فيبدو كانه صاحب. طيب بس في اشياء بديهيه حياتيه. هلا الموضوع في ازمه، مثلا الكتائب يقول لك لا للتشريع قبل انتخاب رئيس الجمهوريه، وهو واحد من مجلس الوزراء يستطيع ان يعطل. يعني هناك ازمه. انا مع انتخاب رئيس الجمهوريه باسرع ما يمكن، لانه خروج للبنان من نفوذ الاقليم. عندما تتمكن غدا او اليوم من انتخاب رئيس جمهوريه تخرج من سلطه الاقليم، انتخاب رئيس جمهوريه ووضع الاقليم. طيب دكتور وفيق ابراهيم، بدي اسالك يعني بدي اطرح عليك سؤال، غير اسرائيل من لا يريد انتخاب رئيس لجمهوريه لبنان؟ حاليا؟ نعم. كل القوى الاساسيه في الاقليم لا تريد رئيس جمهوريه، كلهم ينتظرون انقشاع المعارك لعلهم ياتون برئيس موالي لهم. يعني مثلا الفريق السعودي يعتقد ان الرئيس الاسد ساقط بكره او بعد بكره، فيامل بذلك ان ياتي برئيس يوالي السعوديه. ايران ايضا تفكر عن نحو، تريد يعني تسجيل يعني مكاسبها في الاقليم من افغانستان الى لبنان على حساب الى العديسي على حساب الرئاسه اللبنانيه. تركيا ايضا لها دور، امريكا لها دور، بس القوتان الاساسيتان ايران والسعوديه تتنافسان على المسرح اللبناني بشكل قاسي. انا مثلا اتمنى لو عاد الرئيس سعد الحريري يعني يمثل اسلاما مقبولا معتدلة. مقبولا على الاقل يعني يمثل تنظيما، كسروا صورته وحرقوها وحطوا مطرح صوره البغدادي يعني. يمثل تنظيما مدنيا على الاقل، تستطيع الحوار معه، وتستطيع المراه ان تجلس بدون ان تضع حجاب. عرفت كيف؟ يعني اذا اتكلم عن كل القوى ممكن يصير في كمان شانتاج او مبادله او يعني هل هل كان هناك خطا باخراج الرئيس الحريري؟ لا اخراج المفردي، لا كل زعيم اخراجه، مش عم بحكي اخراجه من الحدود اخراجه يعني من السلطه. هو اخرج سبق واخرج ناس من السلطه. يعني مره لو منابيه بري استعان بالارض وتم اطلاق حوالي شيء 2 طن من الذخائر لما استطاع ان ياتي الى رئاسه مجلس النواب، تذكر سقط يوم تقتل وجرحى في الطرقات. نعم بس ما يعني النتائج عم بتقول نعم يعني مستهدف امنيا مثله مثل كل الزعامات اللبنانيه، بري مستهدف مثله، حسن نصر الله مختبئ، يعني لاحظ انت انتصر بال 2006 وهو لا يزال مختبئا، كل القوى وليد جنبلاط مختبئ، كل الزعامات اللبنانيه، لذلك هذه حجه انا يعني مستهدف لا غير الاستهداف، غير الاستهداف الحريري في الاستهداف السياسي واكب الهجوم السعودي. نعم واكب فقط انكفأ الى خارج البلاد لانه عرف ان هناك هجوم سعودي كبير على سوريا وعلى ايران وعلى لبنان على حزب الله يعني، لذلك خاف عليه اليوم وبكل شجاعة أن يعود إلى لبنان لكي يقود سفينة تكاد تغرق. هذه السفينة أنا أقصد بالمستقبل وسأتصور المستقبل. ما لقيت بخطاباته الأخيرة مد اليد إلى الفريق ماشي الأفضل. شفت حكي كلمة واحدة، ثاني يوم فتفت أعلن أن حزب الله وداعش مثل بعضهم، ثالث يوم خالد ظاهر قال أكثر، قال حزب الله أخطر، رابع يوم قال له لخالد ظاهر لا حدا غيره، قال له أنتم ما تحسوا أحسن قال له ما رجعوا على اللايحة أو خالد ظاهر قلت يعني موجود بس هذا عضو بالمستقبل الصاروخ النبوي بعدين نعم. الدخيل بالصحافي السعودي قال إيران أخطر من داعش بعد لغاية يوم هلا نحن ما فينا نكمل الأفواه والرأي والآراء مش كمل أفواه ولكن في ناس عندها تقلب تقدر تحكي هذه آراء بتعبر عن السلطة السعودية والسلطة السعودية عندما يمشي رئيس وزراء لبنان وراء مدير المخابرات السعودية ويذهب إلى باكستان يعني نحن
بمكان ما تابعين لفترة من الفترات. دكتور وفيق إبراهيم كان رئيس رفيق الحريري رئيس شهيد مثلا حاجة. مثلا كان كمان عم يعمل يعني في بعض المصالحات بباكستان ويعني بهالمنطقة كمان كان له دور يعني. أنا أقول هناك فارق يعني كبير بين الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبين الذين أتوا بعده. الرجل كان لديه كاريزما واحد، كان لديه علاقات يعني بحوالي 70 إلى 80 دولة، معظم علاقات صداقة مع رؤساء تلك الدول، كان قوة رفيق الحريري، مظبوط كان قريب من السعودية، إلا أنا أؤكد لك أن قوته الدبلوماسية كانت تساوي القوة السعودية. حتى كانوا السوريون يعتبروه أنه وزير خارجية. طبعاً. دكتور إبراهيم اليوم كل هالتطورات ألا تحدو باللبنانيين إلى يعني احتكام إلى الداخل وانتخاب رئيس؟ يعني عندما كان الوزير نهاد مشنوق عندما يعني من موسكو يقول أن الروس يؤيدون رئيس معتدل في لبنان ويؤيدون طيب السلاح للبنان. طيب نعم. لاحظ لن يأتي السلاح وينتخب رئيس. في مشكل، المشكل هو ارتباطنا الأعمى بالإقليم. لا نفكر، تذكر نابليون الثالث بقرن 19 بعث رسالة إلى الأمة المارونية وكان بذلك يشير الى مدى التحالف بين الوارد يعني استند الى لويس التاسع انه لويس التاسع بالزمانات مثلا نعم. لازلنا الانجليز كانوا يغطون دروز يعني شو العلاقه عرفت كيف؟ لا زال لبنان يعني هذه شو اسمه مقوله القناصل ولكن أه. اذا بتقدر تستفيد ايجابا من هالعلاقه انا مش ضد انا نعم. بعتبر اذا فيك بس مش عم استفيد بالايجاب سلب. انا عندما وعدت الانتخاب رئيس جمهوريه للبنان في هذا الوقت الحرج نعم. أنا أخضع لنفوذ الإقليم بشكل يعني قذر. طيب إذا هل تتوقع أن يسهل المسيحيون أولا مسار الانتخاب أم أنه راح يضلوا المرتبطون؟ قبل أن نفكر انتخابات هامة جدا أنا أسألك كيف يمكن اللبنانيين أن يخرجوا على شاشات التلفزة ويدعوا إلى إبادة العسكريين في الجند ولا نتقبلهم؟ شو هذا أضعف الإيمان على تلفزيون محطة أساسية في لبنان؟ منطلع واحد طلع هذيك يوم الحبس بيسب المذاهب والطوائف بيقول على النصرة أن تقتل الجيش المذاهب في بعض الشاشات عم تعطي لناس أكبر من نواب حتى بلبنان طبعا ونواب يخرجون علنا ويتكلمون عن عنده حصانة يعني معين شو هذا عم يسيء للسلم الأهلي يعني أنا أقول لك لولا قدرة بعض المرجعيات في المنطقة الشمالية على تهدئة خواطر الناس لكن انفجرت وهذا هو المطلوب. طيب بس شو ذنب باقي العالم اذا في طغمه من المسلحين الارهابيين؟ عشان هيك انا معك يعني انا لذلك يعني اليوم انا اناشد كل الذين يعني المتضررين من سياسات بعض الناس في عرسان والمسلحين في الجرون اقول لكم ان ما يريده هؤلاء المسلحون هو ان نشتبك داخليا في الوطن. نعم وبعد الحديث في لحد هلا بين الطوائف والمذاهب والبلدات بعدها ما في روح الداعشية موجودة أو روح الانتقامية. اليوم نحن إذا بدنا نفلت يفلت الملأ بهالطريقة أنه كل واحد بده يأخذ حقه بإيده كمان يعني بس أنه وبالنهاية ساعة الدولة بتكون ألغت وظيفتها وما بتأخذ بحق حدا. مين بده يأخذ الحق؟ بالقليل هدئ. نحن نطلب الثأر الأعمى مطالب بعملية ردع هؤلاء لكي لا يكرروا أعمالهم من جديد. هذه وظيفة الدولة. عندما تختفي الدولة يقوم الأمن الذاتي. الأمن الذاتي مخيف لأنه اليوم بلش ضد النصر وغدا قد نرتد إلى بعضنا بعضا. طيب أين تضع المؤتمر الصحفي لوالد محمد حمية اليوم؟ والله أنا يعني شفنا نحن كيف حكي يعني بتلاقي في بعض الهدوء. هل هذا الهدوء هو ذاتي أم أنه كمان في حدا حكي معه؟ في حدا قيله في حدا أوهمه أنه ابنه لا يزال حيا في حدا حتى أوهمه حتى تخف طبعا. وبالإضافة لذلك يعني هؤلاء يجيدون يعني فن الثأر بشكل بارد. أنا سأترى هذه العائلة بالذات يعني أنا أخشى بعدين يعني. أن تقوم بتصرف يعني صح بارد يعني مثل ما يقول المثل الفرنسي الثأر وجبة تؤكل باردة كما يقول أهل اليمن أو لا يبدو بالأصول اليمنية. طيب دكتور وفيق نعم. يعني إذا نحن عندنا هذه الصورة إذا في منفذ آخر للأزمة هل على اللبنانيين أن ينظروا بنظام آخر؟ هل على اللبنانيين أن ينظروا بعلاقات أخرى أو بقوانين أخرى أو بدساتير أخرى يعني؟ أنا أقول أن على القيادات السياسية التي انتخبها اللبنانيون أن يبادروا ولو لمرة واحدة أن يخرجوا عن طاعة الإقليم ولو عدد ساعات. لبنان يتجه إلى خراب أكيد إذا بقوا الإقليم باقٍ. الإقليم اليوم متلهن بالمحور الكبير يستغلوا الظرف هلا فيه. عليهم ان يبادروا لامر ما في الداخل اللبناني، عليهم ان يبادروا الى تسليح الجيش اللبناني، عليهم ان يبادروا الى ايجاد عهد جديد. سقطت الدوله اللبنانيه بصيغتها بال 1921، انا لا اتكلم
عن تغييرات في مواقع الطوائف. أنا مع الرئيس المسيحي في لبنان لاعتبارها تتعلق بالمنطقة، لأنه هذا بيتطلب عهدا جديدا من اللبنانيين. على القليل باقي المؤسسات تكون مفتوحة للكل، نحمي بعضنا بعضا. طيب دكتور، اليوم وقت إذا ما تم ذلك، نعم، نحن هذه الدورة سقطت بكل أركانها، أصبحت دورة مهزلة، ما في رئيس بيمون إلا على الحراس اللي عنده فقط، وهذا أمر مخيف، ويستطيع أن يكون رأي عام مذهبي فقط. طيب بس أنا سأطلب من الرؤساء، نعم، قل لهم شكلوا لي رأي عام حديث، نعم، نعم، بيطلبوا مواسائل على مع بعض، يحكم سنتين ما فيه، لأنه هي بتطلب إجراءات على مستوى الدستور، تطلب إجراءات اقتصادية جديدة، تطلب إبعاد الواسطة والزبائنية، وهؤلاء الرؤساء لا يعملون إلا بالزبائنية والواسطة. بس لو بعد مظبوط إنه الزبائنية مش مأثرة على الناس، أو ما بيقدروا، أو السلطة الإلهية طبعا المسؤولين، نعم، اليوم بتلاقي ما بيصير في ثورة بلبنان، لأنه كل واحد ماسك قطيعه أو ماسك فريقه، نعم، بيقول له مشي أو ما تمشي، يعني بعد بيلتزموا بيلتزموا، يعني عنده القلة على اليوم ما وصلت للقمة العيش. يعني أنا أعتقد أن الموضوع خطير، الناس بعد مدة معينة تستطيع أن تصبر، وبعدها في انفجار كبير في لبنان، انفجار كبير لن يبقي ولن يذر، لأن الموضوع أخطر مما تصور البعض. يعني الناس سكنت أنت ببعض آيات قرآنية أو من الإنجيل، نعم، بعدين ما بده يكون، لا راح يجي السيد المسيحي طعمي، راح يجي النبي محمد طعمي، في أزمة في لبنان. أنت سرقت البلد من 1990، على القليل المواطن بيدفع موتير كهرباء، بيدفع كهرباء، بيدفع ماء، وأنت مزدحم. بس هؤلاء المسؤولين ما راح يلغوا حالهم، بس يوصلوا الناس على الشفير ويرجعوا لورا. سيرجعوا لورا، الأمر قد تضخم بشكل لم نعد يستطيع أحد أن يسامحهم. المسألة مسألة وقت. دكتور رفيق إبراهيم، خلينا ناخذ فاصل إعلاني ونتحدث عن الموضوع بسوريا وبكردستان العراق وبالأكراد اللي بشمال سوريا. مشاهدينا الكرام، عودوا معنا بعد هذا الفاصل. جديد أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، دكتور رفيق إبراهيم راح فيك مرة ثانية. يوم شفنا بعض التطور، يعني في هيك مثل شوية غزل، جون كيري ليلة أمس بنيويورك باجتماع للعراق بلمح بآخر حديثه أنه يعني إشراك يجب لإيران دور في مواجهة تنظيمات إرهابية وداعش. اليوم الخارجية الأمريكية بتقول أنه ممكن إشراك إيران بالحرب على داعش. يعني هل بدأ الغزل؟ عم بيقولوا انه بالمفاوضات النووية اللي هي عم تتقطع من وقت لوقت بين الدول الست الكبرى وإيران، ممكن نطرح انه إيران تشارك. هل هذا ابتزاز لإيران ام العصا والجزرة؟ لا، هذا عصا والجزرة. يعني أمريكا حاليا تخضع لضغط من عدة محاور يشكلون أساس المحور الذي تنشئه. يعني تركيا، السعودية، وإسرائيل، ثلاث قوى لا تريد لإيران أن تخرج من حارة الحصار التي هي عليها. السعودية بسبب الاشتباك الإقليمي الكبير هي وإيران. إسرائيل تعتبر إيران أخطر من حزب الله وأخطر من داعش. هل صحيح؟ أنا بعتقد مش أخطر، بس دولة يعني عندها مستقبل أكثر متطورة. إذا حطيت الدول العربية وإيران، إيران رغم الحصار دولة منتجة، دولة تصنع الأسلحة، تعمل أسلحة، تعمل الحصار، الأمراض السرطانية، نحن العربية لا ننتج إبرة. إسرائيل تعرف أن إيران على المدى الطويل أخطأ. هوري كيسينجر في مقالته الأخيرة ضربوا العراق، ولا يعني إيران يعني كيسينجر وتعرف قال إنه إيران خطر استراتيجي بينما داعش خطر عابر. لاحظ الكلام هذا رأي إسرائيلي. الثلاث قوى أصرت على أمريكا أن لا تكون إيران طرف. بقى الولايات المتحدة الأمريكية وافقت مبدئيا، لأنها تعرف أن وجود إيران شريكة لهذا المحور وليس عضو فيه ضروري جدا، لأنه لا يمكن أن يتم شيء من دونها، خصوصا من الناحية العراقية، حتى من ناحية الخليج العربي أو الفارسي. أنا أعتقد أن يعني لكل بلد ضروراته، بس أمريكا لن تجد حل للملف النووي الإيراني الآن إرضاء للسعودية والإسرائيل. بس آنفا بس ما عندها مصلحة، عندها عقود محضرتها بدها تعملها مع إيران، وعندها معلومة السياسة الأمريكية. بس هلأ السعودية ستدفع 100 مليار دولار لتمويل المحور. السعودية تم شراء الأسلحة وبيع الأسلحة كمان بيصير رغم ذلك لإيران دور إنما مرجع، لأنه إيران مطلوب أن تعود إلى حدودها. حتى أمريكا تريد حدودها السياسية، يعني حدودها حتى الجغرافية السياسية، ما هي حدودها
ممنوع يكون في له دور جيوبوليتيك الايراني مثلا الجيوبوليتيك الامريكاني والعالم باسره، كما قال مبدا ويلسون، قال ان الامبراطوريه الامريكيه هي امبراطوريه اقتصاديه بداها العالم اقتصاديه. بس كيسنجر قال قواعد عسكريه وقواعد، بس كيسنجر قال انه ما لنا بحاجه لسياسه خارجيه مثلا. عرفت خلاص، ما هي فيت بكل الدول. نعم. ما بتكون الا بكل الدول، شو بده بسياسه خارجيه؟ من بين الى وين باي بلد بالعالم؟ وابعدت الخطر الداعش عن اراضيها. لذلك استعمل الخطر الداعش للقضاء على الدور الايراني، يريدون استهلاكه لاخر مدى حتى. بس هون بدي اطرح عليك سؤال. اليوم وقت في هاي المؤامره وهيلاري كلينتون حكيت عن الموضوع، طيب ليش بفتره من الفترات سوريا استفادت الى حد ما من وجود تكفيريين او بوجود هالمسلحين المتطرفين ان كان على ارضها، وايران كمان بفتره من الفترات يعني بالاعلام انحكت انه انا دربت حدا منهم؟ يعني انت بتعرف المخابرات تفعل اي شيء لكي ترجح خططها. نعم. سوريا عندما دخل الامريكيون الى العراق عرفت ان دورها هو التالي، لذلك قامت فلتت يعني المئات حتى يقال الالاف من هؤلاء. نعم. تعرف كل واحد له فايده. نعم. نعم. لذلك تعرف كيف تستغلهم بدون ان يكون لها علاقه. نعم. يعني هؤلاء تمويلهم معروف من اين، لا يدخل طيف رجل على الحدود التركيه السوريه او الحدود العراقيه السوريه الا بمعرفه المخابرات التركيه. هلا سوريا كمان استفادت وعملها دفع الى الداخل العراقي واي تنظيم هناك وعودوا الى. نعم. سوريا. ايران ايضا القاعده التي فرت من افغانستان. نعم. اتى قسم يعني قسم من إلى... تستفيد منهم بدون ان تقبل المشروع السياسي. يعني بتشتغل مع الواقع. ما بتشتغل يعني. بتدفعهم. نعم. بتامنهم مثلا. نعم. تعلم انه هني بده يعملوا عمليه لنفترض بشي دوله، تفتح لهم طرقات. هاي كل شغل المخابرات على هذا النحو، المخابرات السوريه تفعل بدون ان تكون على علاقه بهم، يعني بالنهايه داعش هلا على الان هي دوله سوريه. نعم. امبارح داعش والمخابرات التركيه اجتاحوا 30 40 قريه تركيه. نعم. كردية. لماذا؟ طيب بالنسبة للموضوع الكردي صار في هلا معركة بشمال سوريا. نعم. بهالمنطقة. طيب كيف يعني كيف تركيا عم تقدر تضبط الموضوع الكردي بطريقة وبذات الوقت عم تستفيد من الحرب الداعشية على الأقل؟ تركيا تحضر لمرحلة ما بعد الطيران القصف الطائرات، يعني تركيا لا تريد دولة كردية على حدودها من أي جهة كانت، تريد كردستان العراق يتعامل معها اقتصاديا، لا منفذ بحري لديه تصريف البترول الا من خلال تركيا. نعم. لكنها لا تقبل بدوله كرديه عدد سكانها 25 مليون لديها كميه كبيره من النفط. طبعا لو قال 24%. لذلك قامت امس بتشجيع داعش على اجتياح 25 الى 30 قريه كرديه بمعونه كرديه، اجمعت وسائل الاعلام الغربيه امس على ان المعونه التركيه معونه ضخمه. طيب هل ترى ان تركيا عم تعرف تلعبها يعني؟ إيه يعني مثلا كردستان العراق، هل اقتنع اهل كردستان العراق بانه ممكن هذه الدوله تكون هالقد وتركيا عم تتعاطى معها اقتصاديا؟ اعتقدوا انفسهم ان بامكانهم ان يتغلبوا على تركيا بالذكاء. الدوله، انا اعيدك الى كتاب لأوغلو رئيس الوزراء. نعم. الحالي يقول فيه يجب مسح الحدود في الشرق الاوسط لان القوميه قد انتهت. اليوم مشروع عودة الإسلام بزعامة تركيا، هذا كتير كاتب من 10 سنوات. هذا بتدغدغ كمان الناس بفكر دواعش. هل الإخوان المسلمين والدواعش كل الفكر الوهابي كله قايم على مسح الحدود. نعم. مسحها ركب بس السعودية بدها إياها بزعامتها، تركيا بدها إياها بالزعامة العثمانية. نعم. لذلك هذا هو الصراع، تركيا تهيئ بس تخشى من تغييرات قد تحدث نتيجة لاقتراب داعش منها، عملت الموضوع الكردي خلت ياخذوه، تريد إقامة دولة حاجزة التاتومبو. أو ولاية حاجزة بينها وبين كل هذه المناطق، وستقيم أيضا حاجزا بينها وبين العراق. هيك تحمي حالها وبتضل مسيطرة، لأنه كل شيء، السلاح من عندها، الأكل من عندها، البترول بيمرق من عندها، كل شيء. بس ما تدغدغت يعني مشاعرهم بكردستان العراق إنه خلينا نقبل نقبل بهيك دولة أحسن ما نوسع أكثر دولة. هم كانوا بدهم يبلشوا بكردستان العراق يمتدوا بعدين. نعم. عم بيأسسوا حالهم يمتدوا. تركيا عرفت يعني هذا الموضوع حطت حال عازل. لذلك يعني هلا وقفته، ممنوع إقامة دولة كردية بقرار تركي. تركيا تعرف لا تستطيع، مثلا الأكراد في تركيا يشكلون 15% من السكان. وعلويين قدهم أكثر كمان 35 مليون نسمة ما بين أكراد وعلويين. إيه يعني في عندك 20 مليون كردي والباقي علويين. 19 مليون علوي و16 مليون كردي. وفي بالعلويين في بالأكراد علويين. إيه ولذلك إذا بتلاحظ في أكراد سنة وأكراد علويين. طبعا. نعم. أنا بحكي مع العلويين. نعم. هلا لاحظ أنت 35 مليون نسمة يخرجون على إطار دولة عدد سكانها تحت 70 مليون مع مساحات أراضي شاسعة.
يعني حتى بتوصل البحر الأسود لحظة الخطورة. نعم. لذلك تركيا تفهم هذه الألعاب، يعني هي دولة تاريخية تاريخية وحتى عندها مصالح واسعة على موريتانيا، يعني ألف سنة تركيا. نعم. من دولة سلجوقية، يعني خطأ الدولة العباسية أنهم أرسلوا التركمان لكي يحارب الروم، يعني في معركة مرج دابق معروفة، يعني مرج دابق بعدين قبل السلاجقة. نعم. كانوا في خدمة الدولة العباسية، الدولة العباسية أخذت تدفع بهم لمجابهة الروم، فشكلوا فريق يعني كبير بمنطقة الأراضون ودمروا الدولة البيزنطية. ما حتى كمان يعني كمان الفرس عملوا هيك بوقت البرامكة، عملوا هيك مع العباسيين، يعني بأي مرحلة الصفويون حاربوا العثمانيين في العراق. ليه؟ لأن العثمانيين كانوا محتلين العراق. بس إذا تنسى أن الصفويين تركمان، إنك ما بتعرف هالشيء. يعني الصفويين أنه حتى المعركة بينهم وبين العثمانيين، الصفويون تركمان كانوا بالأراضون. نعم. من العثمانيين اختلفوا على النفوذ، انتصروا العثمانيين، هربوا الصفويين إلى إيران، فتشيعوا وشيعوا إيران. بس من كيب العثمانيين بالسنة قاموا هن عملوا كمان شيعة وشيعوا إيران معهم القرن السادس عشر. فشوف كيف التاريخ بيبرم، وصاروا يتحاربوا مع الدولة العثمانية، وما بيتحاربوا مع بالمدى العربي، لأن المدى العربي كانت محتلته الدولة العثمانية. طيب اليوم شو بده يصير بالعراق؟ يعني العراق متجه إلى تقليص نفوذ داعش من دون أن يتمكن إلغائه، لأنه ليس مطلوب غربيا أن تنتهي داعش، مطلوب ليس مطلوب تدمير داعش، احتواء وتقليصه، تقليص مدى أول شيء، بعد أن ما فيك على الأنبار، لأن الأنبار منطقة سوريا على الحدود السعودية. المطلوب أيضا إبعاده عن الإقليم الكردي، لأن الإقليم الكردي فيه 20% من نفط العراق، زائد يعني بعض المناطق بصير 30%. نعم. ما لاحظ قديش مهتم الغرب بنفط يعني كمستان. يعني بحسب النسب بالطوائف، عدد الناس بالطوائف بالعراق رح يعطوا داعش، يعني اذا اعطوه 18% ما بيعطوه 18%، لانه اذا قلنا في 15% اكراد. نعم. 10% سنه عرب، في بيقولوا 10% سنه عرب، انا عندي ارقام دقيقه. يعني مش 16%، لا 16%، يعني هندي الاكراد السنه، الاكراد السنه العرب 25%. مع بعضه ايه، في 15% من الاكراد والباقي الكردي يعني صاروا عرب. هلا الشيعة بالعراق عددهم بين 22 مليون و 23 مليون عراقي، يعني رقم كبير مهما عملوا. ليش اللي يعني رح يعطوا داعش 10 أو 12%؟ ما بيعطوا، بده يعطوا المكون السني العربي. ما هلا داعش بعدين رح يرجع داعش، داعش ما رح تبقى، ما رح تبقى، بيعطوا أصدقاء السعودية، أصدقاء السعودية. نعم. والعاني والمجيفي والأسماء. نعم. الثانية بيدخلوها بالسلطة بشكل قوي، يعني هو تقسيم داخل الحدود. بس أنا برأيي أن السعودية تريد دائما العراق مضطرب واليمن مضطرب، كل بلد حدودي كبير على حدودها منذ أيام عبد العزيز. حتى اليمن، لأنه إيران هلا شفنا اليوم على رغم الإعلان إنه في مسودة اتفاق أو تفاهم ما، رجع صار في اشتباكات بحد وزارة الداخلية باليمن بين الحوثيين والجيش اليمني. أنا أود أن أسأل، هل الحوثيون غرباء على اليمن؟ طبعا أنا من الحكي عنهم سوف بفتكروا شي قوم جاي بالصومال. نعم. الحوثيون هم يمانية من اليمن. نعم. بس مدعومين من إيران، مدعومين من إيران، مدعومين من قطر. بتتفاجأ كمان بعض الأوقات الحوثيون وكان في نتلاكيز مع السعودية نهاية اليوم، قطر تدعم الحوثيين لأنه ضد السعودية. بالمقابل جنوب اليمن في قاعدة وفي أعالي سالم البيض، الطرف السعودي يعني يدعم القاعدة، حزب الإصلاح وكل الأحزاب مدعومة من السعودية. الطرف الشمالي قد تتفاجأ، مثلا بيت الأحمر، واحد مع السعودية موالات تدفع له، واحد مع السعودية معارضة تدفع له، تدفع الجميع، تدفع لحاشد لبكير لكل القبائل. طيب شو المصلحة انه تضل مضطربة اليمن؟ او بتضل مضطربة او بدها تاخذها او بتكون موالة للسعودية، هاي المطلوب من اليمن دائما. مثل ما صار بلبنان بدل الحرب السابقة، هاي نظرية عبد العزيز انه دائما هاي هودي بلدان مجاورة، حدائق ضخمان. نعم. يعني واحد 25 مليون نسمة والثاني 35، السعودية 20 مليون بصعوبة، يعني مع الناس يمكن بالسعوديين. بس تبين انه اليمن عنده جيش يتقن القتال ولكن دولة ضعيفة ومواردها ضعيفة، يعني يتقن القتال القبلي، يعني بعض الأولياء القبائل جيش. نعم. حامل نفس البارود اللي حتى المشارع كان يحمل الدبابات. نعم. في أشخاص يبدأ يكون دبابات يمشي بالدبابات، لذلك الكل يقاتل في اليمن. بس الحوثيون أصبحوا قوة منظمة، يعني صاروا شبه جيش. اليمن موضوع صعب جدا، يعني مثلا موضوع اليمن هو موضوع السيطرة على باب المندب، بتعرف شو السيطرة على المندب؟ السيطرة على كل الخط النفطي، ببلش من الخليج من هرمز لباب المندب لقناة السويس لمضيق جبل طارق. نعم. اللي بياخذوا أخذوا ممنوع، يعني يعني راح تضل النزاع العالمي موجود في اليمن إلى أن يتم التوصل إلى سلطة
موجودة فيها السعودية وإيران. طيب بآخر هالحلقة إذا هناك النزاع على اللي سيطر على المنطقة بين العالم وحرب عالمية هناك بلبنان، هل النزاع القائم هو يخص الثروة النفطية أم هو تقاسم النفوذ السياسي فقط؟ أنا بدي أقلب سؤالك، بدي أقول لماذا بدأت إسرائيل بسحب الاستفادة من النفط والغاز؟ لماذا بدأت قبرص بالاستفادة ونحن ما استفدنا؟ ونحن وسوريا حتى في حتى في حدا اليوم نفطيين من الخارج عم يسألوا ذات السؤال طرحوا على لبنان. له علاقة بالأزمة الحالية؟ ما له جواب. أول شيء له علاقة بشبق القوى المحلية اللي كلها بتتأمل مثلا أنه تصلت السعودية بيستلم فريق، تصلت إيران بيستلم فريق الآخر. نعم. الكل طمعان بالنفط. واحد يقول لك النفط بالجنوب لازم يقول لنا، بالشمال لازم يقول لنا، هذا النفط هو نفط لبناني للأجيال اللبنانية ولإعادة بناء لبنان على حسن. الله يسمع منك ويحط عقلهم براسهم. دكتور وفيق إبراهيم، نحن بنشكرك من تلفزيون لبنان. مشاهدينا الكرام نشكركم، وبعد دقائق ونشرة الأخبار وندى صليبة الشويري.